خديجة كانت متزوجة من قنام حقيقة هالشكل. هذا وين دا يصب؟ هذه المفردة تصب في وين؟ في ترفيع متوهم لمقام عائشة، أن عائشة هي الوحيدة التي لم تكن قد تزوجت من قبل، بينما هنالك حقائق تاريخية تدل على أن خديجة لم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وآله وهم قالوا لها أنت رفضت الأشراف وتزوجت يتيم أبي طالب لا مال له. مجموعة من علمائنا يقولون إنها لم تكن متزوجة من قبل. هذا محاولة لرفع كفة عائشة، هذا يحتاج إلى تحقيق. عثمان ذو النورين، هذا وين دا يصوب؟ هذا دا يصوب في هذا الجانب، إذا علي ذو نور واحد فعثمان ذو النورين، إذا علي تزوج فاطمة صلوات الله عليهما فعثمان تزوج زينب ورقية ابنتي رسول الله. طبعا شتان، حتى إذا فرضنا أنه زينب ورقية ابنة رسول الله، شتان بين فاطمة وبين زينب ورقية، لا يقاس بفاطمة أحد، وهذا مو فضيلة لعثمان ولكن بهذا المقدار، هذا ما يحتاج إلى تحقيق.